أهلا بكم من جديد. يعتبر خبراء ومسؤولون أمريكيون أن إعلان الانتصار على القاعدة بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن كان سابقا لأوانه، مشيرين إلى خطر تنظيم القاعدة المتنامي في سوريا. إعلان الانتصار بعد مقتل أسامة بن لادن كان سابقا لأوانه، هذا ما توصل إليه خبراء ومسؤولون في الولايات المتحدة. اعتبروا أن تنظيم القاعدة الداعم لجزء من الحرب في سوريا هو اليوم أقوى وأخطر من أي وقت مضى. مخاوف الغرب من تنامي القاعدة في سوريا تأتي على خلفية معلومات مصدرها متخصصون بالحركات المتشددة، يقولون إن المجموعات التي تدور في فلك القاعدة أنشأت في سوريا تحالفاً يضم نحو 45,000 مقاتل على الأقل، أي ضعف عدد مقاتلي طالبان في أفغانستان. المسؤولون الأمريكيون أشاروا أيضاً إلى تدفق مئات المتطوعين القادمين من أوروبا وبلدان غربية أخرى للمشاركة في صفوف مقاتلين متطرفين في سوريا يقاتلون مع الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش والمنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة. هاجس القاعدة ونشاطها الذي بات مؤخراً بشكل علني، إذ أصبح مقاتلوها يروجون لأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دفع الدول الأوروبية إلى عقد مؤتمر خصص لبحث ملف المقاتلين الأجانب في سوريا الذين بلغ عدد حاملي جوازات السفر الأوروبية منهم أكثر من 2000 مقاتل حسب ما ذكره وزراء داخلية الدول الأوروبية في اجتماعهم في بروكسل بداية الشهر الحالي. النظام السوري المتهم أساساً بتحمل مسؤولية وصول المتشددين إلى ساحات القتال حاول العزف على وتر المخاوف الأمريكية والأوروبية وقدم مبادرة لواشنطن تتضمن القضاء على تنظيم القاعدة في سوريا مقابل بقاء الأسد في سدة الحكم، مبادرة قوبلت برفض أمريكي مباشر بدون الغوص في تفاصيلها. ربا أبو درغم، العربية.